طبعا يا هلا والله، شلونكم؟ شلون صحتكم يا بي؟ يوم جديد وفيديو جديد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تنسونا من اللايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك. هذا الفيديو اريد ان يكون 2000 لايك يوصل، يعني تحط لايك ما راح تخسر شيء. حط يا با، حط لايك، حط. اليوم الارخوت السود بيضا، هاي بيضتهن. اللهم صل على محمد. قلت لكم انا، ايش قلت لكم؟ يوم انا ثلاثة بيضا ما عليهن شيء، بس هسه المشكلة ابنهن، شوف هاي فالولة ما ادري شيء طالع منقارة، يعني حتى ما يقدر ياكل. حلو، يعني ما يقدر ياكل. وشوفوا هذني بالله بيضات بيضتين نايمات للخوتي. حلو، بعدين اذا افحص بيضهن اريد اشوف النشاد لو لا. هذني بيضتين، بس هاي شو مسويات الخوص؟ شو مسويات بي؟ ايش قد لامات وما مخليات البيض على الخوص. يلا عوفهن، ما علينا بيهن. نوب هسه هلا راويكم. اليوم يا بيضا بيضا الحبري، وهاي طلعت شو اسمها، شوفوا بيضتين طايحه ومكسوره. ان بيضا هنا، وخلي راويكم المخاليف. وليك يطلع لك الله، هذا ابوهن المخاليف، هذا عيونه صفر. يلا روح، هذني ذنين مخاليف، ما اريد اكلهني ولا. حلو، بس انا ايش راح اسوي اليوم؟ راح ادق لهم خبز، خبز يابس راح ادق لهم. عندي شوف هذني وين لامات، شوفوا 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 وين لامات. مو ذن مو ذن، لا عندي زوج، بس ثواني وينهن؟ وان لامات هنا، بس هنا ما هن هسه، لان هاي مات على بيضهن، بيضة اثنين وذني بيضتين. وينهن؟ التار وش اسمه واللوت ما هن. انا قال لي اخوي جاي لمن جو شو اسمه جو الخانات، بس هسه خل ادورهن وارجع لكم. طبعا دني دورت عليهن وما لقيتهن، اللوت والتار. وهسه قعدت ظليت اسوي لهم شو اسمه، جاي اسوي لهم خبز، خبز يابس جاي ادقه واذبلهن. شوف وين، صلى على محمد، ذبيت لهم يمكن ربع الجكه وقضت. هاي بقت شويه خلي ياكلن. خبز اليابس احسن لهم بالصيف، كلش احسن لهم. والعلف هالايام غالي، ما اكو تجيب 3 كيلوات منها تقضي منها. بس هذني زين كلن، ذبيتين شوي قلت والله خل اشوفهم ياكلن ولا الخبز اليابس. زين كلن من الخبز اليابس دني، حتى الستلايت كله. بس دنا ذبلهم مشبوش، ما ذبلهم خبز يابس، بس هيك كتجربه ذبلهم شويه. والخانات ذبلهم، بس دنا ذبلهم شو اسمه خبز يابس، لان عندي بالقفص شو اسمه لو هالفتره هاي هم راح ادق لهم خبز، لان الخبز شويه زين لهم، كل الزين لهم الخبز. وباكر راح اجيب لهم علاج مال ديدان، لان صار لي هواي ما ذاب لهم علاج مال ديدان. وهسه ان شاء الله بس خل اكمل من دق الخبز وطيح الشمس شوي، وانه بدق لهم قفص مال الحمر اذا كمله. هذا اللي قضانا كله كله كله، بس انه بس هاي اللوت هاي وين اطيح بيهن؟ وهذا اللي هم زين كلهن، قسم جاي ياكل وقسم ما ياكل، بس الستلايت كلهن شي جوعانات. بس لازم انعمها الهم بعد، ادقنا وانعمها الهم. يلا خلي شوية ياكلين وكملين وكملين من الخبز وارجع وياكم. وهاي فكيت الحمر، فكيتن هذني، وحتى هذا الاصفر فكيته، وين هذا التار المخلف هم فكيته. هذا شوفوا فكيت، راح احركن شي قليل هيك بس تحريكه شوية طيور.
هاي النثيه الحمراء بيضة، البيضة الثانية شوفوها هاي مع البيض بيضتها بيضتها الثانية انكسرت. راويتكم اياها خلي اخليها كم يوم نايمة على البيضة وكل البيضة كسرة لمن اكمل القفص. يلا خلي احركني شوي. الاصفر مثوقل كلش. تعالوا لك وانا على مودك كده. يلا يلا شوي فوق لا تبعدهن لين توني فاكهن. يلا حتى انت هاي كانت نسل وين فحلها؟ فحلها وين هاي اللوت؟ خلي اشوف انه وين. ما هو فحلها ما ادري وين، ما هو حتى بالبرج ما هو. هسه هاي اللوت هاي لقيتهن هن والتار لقيتهن بالسطح. نزلت رديت عاد لقيتهن بالسطح. يلا صعد على السياج. صعد هذا التار شوفوه هذا صعد شوفوهن شوي شوي ندرج بيهن على كيفنا. بس الح علينا سيرحن هاوي الحمام شوي شوي. هاي اللوت غوش بس ارفع عليه فوق غوش. شوفوا شوف بس الفحل مال هاي النثيه وينه؟ هو بعد نسل مزاوج وياها. معقوله ما هو شارد؟ يلا خلي ادور عليه وارد لكم. اليوم كله اقضيها ادور على الحمام. اذن شوفون هاي الفحل وهاي ام القراص الصفرة الصيد. شوفوا عندنا الاثنيناتين ما عليهن شي جاي صعدن على السياج وانزلهن. بقى عندي بس ان ثلاثة جاي صعدن وردن ينزلن. هاي اللوت نسل هاي الاصفر والمخلف. هذا الاصفر كني راح اطبقه ما اخلي لو اخلي البدرنجيات نيشان مو احسن الحمر؟ خلي كم القفص والله كريم. جوز الاحمر راح اطبقه هذا الاصفر اطبقه احسن لان ما شلونه بالمطيار. هذا مو مال مطيار. وهذا هذا خلي اوديكم على الخانات شوي. لو بدايه الفيديو راويتكم هذا الطيور شوفوهن شلون صاعدات. انا نشيتهم بس اخاف على دن الجدد خاف واحد من عندهم يفلت. يلا منو خلي اعلفهم. هذا الخبز شوفوه هسه عذبتهم شويه وهسه راح اذبهم. يلا خلي ياكلن خلي اوخر عنهم. وبالنسبة للقفص الأحمر مال الحمر يا قفص أحمر يا بعد رونا هذا قفص الحمر بعد ما لحق أسوي بعد أقل نص ساعة يأذن. هسه بالستة يمكن ثلاث دقائق وأربع دقائق حلو. بعد نص ساعة باكر إن شاء بعد نص ساعة يأذن باكر إن شاء الله وأسوي لأن هسه أريد أسوي ما لحق بعد أدقني بسامير وترتيب وهاي وأخلي الحلات وأطبق الحمر ان شاء الله على فيديو مال باكر اكمله كلش ارتبه كله. وسام انا ما ابي حيل بعد ياهو بي حيل راح ياذن حلو حتى باكر ان شاء الله اكمله كلش. وهذا بيتين خبز ظلني ياكلن شبعان يشرب الماي ويرحن اللي شبعان حلو. هذا ان الطيور عند الخانات لسه ما عالفهن لان شو اسمه راح اجيب لهن علف مشبوش. خوي راح اجيب لهن وش اسمه
شو اسمه ترى يا ولد عذروني ده انا صايم وش اسمه هاي ما تروح عن حلقي. هذه القفص حلو والخانات ما راح ادبلهم خبز، ادبلهم بس اسمي بس مخلوق مشبوش، وهاي الفحل مالها ما ادري وينه مزاوجي نفس الفحلها وما ادري وينه. ما عجبتهم من جيراننا بالله خلي اشوفهم بعد شوي اقول له بلكت رادلي شاوين رايح هذا. وهذا اني ما ادري جاي لما فوق ما ادري شنو سالفتهن هذين فوق يمكن جاي لما هي وفحلها ما ادري والله وين جاي لما يلا عيفوهن. عود قلت تزرق جوا هنا انا من بيضا جاي لما فوق ما ادري وين. يلا يا ولد لهنا صرنا وياكم من نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك، كل ما مشترك بالقناة يشترك، تعاليقكم الحلوة وأهم شيء اللايكات. شوفكم فيديو ثاني، جود باي.